بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، مؤكدة أنه سيكون مجانا، وحددت وزارة الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، ومنها المواطنين والمقيمين وأيضا المخالفين ومن هم فوق سن 65 عاما. انتشرت أمس صور لأول مواطن ومواطنة تلقيا لقاح كورونا. اليوم مشاهدينا يسعدنا أن نرحب في الاستوديو بضيفنا الأستاذ عماد عبد الرحمن الديحان، هو أول مواطن يتلقى لقاح كورونا. أهلا فيك. أهلا فيك، الله يسلمك. الله يسلمك. كيف حالك؟ طول. الحمد لله وشكر الله. اللقاح كان أمس؟ كان أمس. طمني على صحتك. الحمد لله كل شيء تمام. كله تمام؟ كله الحمد لله، اللهم لك. أنا جدا سعيدة صراحة فيك، ومبسوطة أنه أنت ما ترددت. أبغاك تحكيني كيف تم الاتصال، كيف تواصلتوا، كيف أخذت اللقاح؟ في الحقيقة أنا في البداية بعد ما سمعت أنه فتحوا التطبيق صحتي وتقدمت عليه، أنا وسجلت أولادي وزوجتي. وأولادك كمان؟ إيه نعم. فاتصلوا علي بعدها بيوم وأخذوا بعض المعلومات عني أنا شخصيا، وقالوا راح نتواصل معك. اتصلوا بعدها بكم ساعة وذكروا لي أنه عندك موعد الساعة 10 صباحا، اللي هو ثاني يوم. ثاني يوم. أنت لحالك ولا العائلة كلها؟ لا بس أنا لحالي. أوكي. لأن العائلة ما فيهم شيء. الحمد لله. الحمد لله. وأنت ما عندك أي أمراض ثانية غير؟ غير السكر. السكري. نعم. ما شاء الله. نعم. طبعا هي في أولويات تتوقف أخذ اللقاح. صحيح. طيب حسسنا شعورك، ما كنت خايف أنه خاصة أنت بتكون أول الناس اللي حيأخذ اللقاح؟ والله بالنسبة للموضوع هذا ماني خايف. بالعكس كنا ننتظر هذا اللقاح على حر من الجمر، الجميع كان ينتظره. صح. فلما وصل انا ما شوف هو الكل ينتظره، بس ردت اللحظه الحازمه تحسون انه خلاص. صحيح. الواحد صحيح. يخاف شوي او يتوتر. نعم صحيح. ما كان عندي اي توتر من الناحيه ولا اي تردد بالعكس. جميل. يعني انا واثق من وزاره الصحه اكيد، والجميل في الموضوع خادم الحرمين الشريفين اكيد انتقت افضل لقاح موجود. بالطبع بالطبع. والجميل في الموضوع يمكن اللي طمنك أستاذ عماد أنه كان وزير الصحة موجود. نعم صحيح، استقبلني وزير الصحة بعد اللقاح. نعم. والحقيقة هو أخذ اللقاح. أخذ اللقاح. احنا كنا في البداية أربعة، أنا أول مواطن، في مواطنة سعودية. صحيح. ومقيم. ومقيم. نعم. مين أخذ اللقاح أول، الوزير ولا أنت؟ أنا والمقيمة. أنت والمقيمة. نعم. وبعدها الوزير، المقيم والوزير. جميل. نعم. جميل. طمنكم أكثر أنه هو أخذ اللقاح قدامك؟ أكيد طمنت أكثر لما شفت الاستعدادات اللي موجودة. يعني تفاجأت صراحة لما دخلت، كان الموقع في أرض المعارض، وشفت الاستعداد اللي موجودة، يعني استعدادات مهولة. أنت كان عندك خبر أنه أنت أول مواطن يأخذ؟ لا ما كان عندي خبر لين وصلت. تفاجأت؟ تفاجأت. والتصوير والقنوات؟ لا ما كانت موجودة يعني بصراحة في البداية، ودخلت الغرفة اللي يسووا فيها الإجراءات الطبيعية بالنسبة لأي نعم، يأخذوا الحرارة ويسألوك بعض الأسئلة الطبية عشان يتأكدوا. مع المعلومات كلها موجودة عندهم. فتفاجأت لما كانوا حاضرين فتحوا ستارة، وال ما شاء الله القنوات كلها موجودة. هذا اللي صراحة بس صراحة احنا كنا مرة يعني مبسوطين واحنا نتابع. يعني انا كنت بشوف امس وبتابع، كنت مرة مبسوطة انه حتى في وجهك قاعدة احاول اني اجيب مثلا اشوف ملامح او المح شيء من الخوف والقلق والتوتر. الحمد لله كان كل شيء تمام. يعني خاصة الأشياء بالعكس اللي طلعت حقت التيك توك، اللي يخاف واللي يهز واللي أيوة يعني صحيح. الناس كثير صحيح. أخذتها بطريقة مزح، لكن الحمد لله ما في صحيح. ما في شيء صحيح. طب من بعدها، من بعد ما أخذت اللقاح، هل مثلا حسيت بحرارة دوخة؟ لأنه حتى اللقاح تطعيم الفيروس العادي اللي هو فيروس الإنفلونزا ممكن يجيب شوية أعراض. ما حسيت بأي أعراض، يعني أنا أعتبرها كأنها إبرة الإنفلونزا. يعني في ألم بسيط اللي هو مكان الإبرة، شكة الإبرة على قولتك، لا أقل ولا أكثر. ما في أي شيء، الحمد لله والشكر لله. والله الحمد لله على سلامتك. بالرغم من يعني تعرفين السوشيال ميديا طلع كلام كثير صح، إشاعات خاطئة للأسف الشديد. صحيح. وخاطئة وغلط أنه الآن تطلع
تخوف الناس غلط في العالم تداولها يعني غلط يتم تداولها يعني احنا ما نعرف الحقيقه. لازم ناخذ المعلومات من مصدرها صحيح يا جماعه. استاذ عبد الرحمن موجود، استاذ عماد عفوا موجود، وتقدر تقول لنا كل شيء. بالعكس، اللهم لك الحمد والشكر. هذه اللحظه اللي كنا ننتظرها من بدايه الجائحه صحيح، ووصلت لنا على طبق من ذهب والحمد لله. يعني مجانيه، يعني مجانيه للمواطن والمقيم والمخالف صحيح. يعني هذه فرصة ما تتكرر، والأعداد والحمد لله الحمد في تناقص يعني بالنسبة ل أيوة الحمد لله صح لأعداد الكورونا الإصابات اليومية. نعم، وهذه فرصة أن نوصلها إلى الصفر صحيح. يعني أول دولة إن شاء الله بحول الله من الجي 20 توصل إلى 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 الصفر إن شاء الله بحول الله. طيب أستاذ عماد، إيش عندك نصائح ممكن تقولها للمشاهدين؟ والله اللي أقوله للمشاهدين أن لا يسمعوا الإشاعات، وأنا قدامكم اللهم لك الحمد والشكر، ما في أي شيء. بالعكس أنا مرتاح نفسيا أني أخذته، ومع أني كنت متفاجئ أني كنت أول واحد، ولكن ارتحت نفسيا بأني أخذت هذا اللقاح في الوقت المناسب. خلاص الحين ما عاد تلبس كمام، ما عاد أي شيء صح؟ ولا لا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي ألبس الكمام وفيه جرعة ثانية بعد 21 يوم من تلقي الجرحة، من الجرعة الأولى. ولكن بعدها إن شاء الله بحول الله مثل ما تقولي إن شاء الله كلنا ما نلبس الكمام إذا وصلنا إن شاء الله لنقطة الصفر إن شاء الله بحول الله. أنا بس حابة أقول معلومة، لأنه تطبيق توكلنا نعم، وتطبيق والاتصال ب 9377 اللي هو وزارة الصحة نعم، مو منهم، مو من ضمن الخيارات. أنت تواصلت مع صحتي بس عشان الناس تعرف. أنا تواصلت مع تطبيق صحتي، مع تطبيق صحتي، مع تطبيق صحتي صحيح. ممتاز. واللي طمني بنفس الوقت أنه وزير الصحة كان موجود وأخذ اللقاح معنا، وقابلت تشرفت بمقابلة معالي وكلاء الوزارة كلهم موجودين. أتشكر مني، المفروض أنا اللي أتشكر منه. والله تشكر منك، أتشكر مننا. يمكن لأنك كنت شخص جريء، يعني يمكن أول مواطن جريء أنه قام بهذا الشيء. بالعكس والله الحمد لله لي الشرف. يعني أنا في ناس كثير قالوا لي لازم تنتظر، كنت ننتظر إلى متى؟ وبالنسبة للاستعدادات اللي مقامة في أرض المعارض، يعني حاطين، أنا تفاجأت فيها صراحة، موجود فيه 550 عيادة مجهزة بالكامل ما شاء الله للتطعيم، مستشفى ميداني كامل بكامل تجهيزاته. جميل. بإمكانه استقبال 31,000 حالة للتطعيم يوميا. والآن في صدد أنهم يفتحوا مركز آخر ما شاء الله. طب أستاذ عماد، يمكن في ناس كثير قالت خلال الجائحة هذه اللي احنا مرينا فيها انه في شائعات وكلام كثير وتجسس ولا اللقاح ومش عارفة ايش، ما يعني طرف بالك انه ممكن يكون في شيء خطأ بس انت اقدمت؟ لا يمكن يعني يكون في خطأ ومختارينه الدولة وجايبينها للمواطنينها. يعني اكيد يعني المواطن يثق في دولته، وش يعني جايبين افضل صح لقاح موجود اليوم، فانت تنفي هذه الاتهامات. الشيء الثاني مصرح من هيئه الغذاء والدواء صحيح السعوديه والاف دي اي الامريكيه، يعني لا يمكن انهم يقدموا على شيء فيه مضره للمواطن. نعم، والحمد لله يعني اللي انا شفته احنا من اوائل الدول اللي اخذنا هذا اللقاح صحيح. في الوقت اللي في دول متقدمة لسه ما بعد أخذوا اللقاح صح وحصلنا صح عليه في الوقت المناسب. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. جميل جدا أستاذ عماد، الحمد لله على سلامتك. الله إن شاء الله ويا رب نوصل للصفر إن شاء الله بحول الله. بس ودي أقول كلمة أخيرة أشكر فيها خادم الحرمين الشريفين أكيد الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع على كل الجهود اللي بذلوها خلال الجائحة، وشكرا لكم. يخليك ربي. الله يسلمك. نطلع فاصل وراجعين.